السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محدثكم الدكتور محمد أحمد من جامعة القادسية كلية الزراعة. نستكمل الآن شرح نظام عمل الـ Open Journal System. في هاي المحاضرة، المحاضرة الخامسة إن شاء الله، عند الدخول على موقع المجلة، أي باحث يدخل على موقع المجلة سيجد هنا تعليمات في فقرة الـ Journal Details. هاي التعليمات بالمحاضرات السابقة احنا شرحنا شلون نضيفها عن طريق البلوج إن. الآن اكو داونلود سبلمنت، اكو فد فقرات يحتاجها الباحث على مود ينشر، لازم يوقع لنا على موافقة، ولازم يشوف صيغة للبحث منشور على مود يسوي مثله. ولا هذا كمثال، عندنا الكفر لتر موافقة ايضا لازم يسحبها ويطبعها او يوقع عليها ويرجع يرسل لنا اياها من ضمن الشروط النشر، وهاي الشروط هي اللي وضعتها الوزارة، وكذلك هاي الشروط يجب تطبيقها للتسجيل للحصول على اندكس للمجلة والتسجيل في التصنيفات العالمية. فهسه اذا نضغط على اي وحدة من عندها راح ينفتح لنا ملف بي دي اف موجودة بكامل التعليمات، يقدر اي باحث يحملها، وكذلك يقدر باقي المجلات ان تحملها وتضيف تعديلات عليها حسب ما يعلم عمل. فالطريقة الان شلون راح ننزل هذه الامور. اولا ندخل على موقع جوجل ونسوي تسجيل دخول بحساب للمجلة، نسوي لنا حساب جيميل للمجلة ونسجل بيه الدخول. انا مسوي حساب للمجلة مالتنا، ندخل بيها نفتح، شوفوا هنا أنا حتى خال شعار المجلة، صفحة خاصة بينا. الغرض من عندها انه راح ننزل ملفات بي دي اف او نخزنها، حتى ما نسبب ضغط على السيرفر مال الجامعة، احنا راح نخزنها بالدروب بوكس وبعدين ناخذ الرابط ونسخن ونخليه بالمجله مالتنا. فمن يجي الباحث يضغط هنا راح يفتح له مباشره على شكل ملف بي دي اف او وورد او صوره، احنا حسب اللي خليناه. فنرجع الى موقع الجوجل، نكتب هنا بالبحث عندنا دروب بوكس، ندخل، ندخل الى السجن ان، نسجل دخول بي. هنا طبعا راح يطلب من عندنا، انا لان مسجل سابقا فتحت هاي الصفحه، بالنسبه لكم ان شاء الله من السجل راح يطلب من عندنا الايميل والباسورد، ندخل بيهن اللي احنا سجلناه، قلنا الجيميل الخاص بالمجله. من ندخل هنا عندنا ابلود فايل، نقدر نحمل الملفات. او اكو فقره ثانيه هنا راح نلقى فقره مكتوبه انه هل تريد تحميل داونلود للدروب بوكس. انا بالنسبه لي قلت له موافق، فحمل لي البرنامج ونصبته على سطح المكتب، فمن نفتحه ينفتح كأنما ملف، يسهل لنا عملية نقل الملفات. فعندك طريقتين لنقل الملفات، يا اما عن دخول الى دروب بوكس من هاي الفقرة، او ندخلها من الابلود فايل. هسه راح اعلمك الطريقة الاولى اللي هو الابلود فايل، تشوز فايل، نختار فايل معين ونقول له اوبن، راح يحمل لنا الفايل. طبعا ما نحمل الفايل مثلا هاي جيت ستارت، نقول له شير فايل جريت لينك، نعمل رابط كوبي لينك، راح ينخزن عندنا لينك كوبي، خزن عندنا رابط. هذا الرابط اللي خزناه ننتقل الى المجلة، قلنا ندخل على سيتنج ويب سايت لوك ان، ننزل الى كاستمر بلوكس ان بلوك مانجر مانجمنت كاستمر بلوكس. احنا فاتحين فقره سابقا تعلمنا شلون نفتح اللي هي داونلود سبلمنت، نضغط اديت اول واحد اللي هو التعليمات بالنسبه للواحد، بس نحددها، احنا هاي نكتبها كتابه يد، ثم نحددها ونضغط على انسيرت لينك، ونخلي اللينك اللي احنا نقلناه، هذا اللينك اللي نسخناه هنا يجي نخليه هنا، ونختار انه نون لو نيو ويندوز، نختار نون او نيو ويندوز حسب رغبتك، ونقول له اوكي. ورا ما قلنا له اوكي ثم نضغط سيف، راح يظهر عندنا هنا موجود هذا، بحيث من اضغط عليه راح تطلع لي تعليمات للباحث
يقدر يحملها، يقدر أي شيء يسوي بيها، يطبعها ويرجع يرسلناها من جديد، أي شيء يقدر يغير بيها. هاي الخطوة حلوة، إنه نقدر نكررها طبعا لكل الحالات، حتى ملفات مضغوطة نقدر نخلي. هاي الخطوة تسهل لنا من النشر على مود لا ننتظر انه السيرفر مال الجامعة يعطينا مساحة، والمساحة احتمال ما تكفي او نسوي عليهم ضغط بالميجا بايتات، فهاي مجاني وسهل. احنا انا من ضمن شروط الوزارة نخلي تعليمات الباحث عندنا موافقة كوبرايت اجريمنت، تقدرون تستنسخوها وتاخذوها من نفس مجلتنا او عندكم خاصة بمجلاتكم وتنشروها. تخلي لهم ايضا كمثال يريدون اونلاين فيرجن على مود شلون يعرف شلون يصيغ المخطوطة مالته او البحث مالته، البيبر شلون يكتبه. هاي من ضمن شروط الوزارة. ايضا موجود اكسامبل كمثال لبيبر منشور، احنا عندنا نخلي مثال يعني هذا البحث مالتك راح يكون بهاي الصيغة راح ينشر. وهنا هسه ذن كلهن خليت هنا بملف مضغوط ايضا حملته، يقدر الباحث يضغط عليه ويحملهم كل المضغوطات، حتى ايش يضل يحمل وحده وحده يقدر يحملهم كل. فقلنا الطريقه ان شاء الله سهله، يا اما هاي الطريقه ويا اما يقدر نصب برنامج دروب بوكس على سطح المكتب يضغط عليه كليكين ينفتح عده هنا ينقل الملفات. هذا شوفوا اي ملف انا عندي هسه، مثلا ملف هنا كوبرايت اجريمنت، رأسا مباشرة بس اسوي له كوبي، اجي هنا أنا اضغط بيست راح ينزل عندي احسن تلقائيا يحمله بدون ما اروح على الموقع او شيء. اجي افتح هنا أنا اقول له شير، هاي الشير راح يسوي لي رابط خاص لهذا، اقدر انقله مباشرة ما عندي مشكلة ان شاء الله. هسه بس يكمل التحميل مالته راح ينطيني اقدر اسوي رابط له. شوفوا جريت لينك ثم اضغط كوبي لينك راح ينخزن عندي الرابط، اروح مباشرة الى موقع المجلة مثل ما علمتكم على داونلود سبلمنت اديت، احدد الفقرة اللي اريدها واضغط عليها ادراج رابط واقول له سيف. بالاخير راح شو يصير عندي، راح تطلع التعليمات هنا. ان شاء الله انتهت هاي المحاضرة، نلتقي وياكم محاضرة قادمة ان شاء الله.